نروح إلى موضوع آخر، نروح إلى الناصرية وأيضا موضوع مهم، ودائما أهل المدينة يهتم بالرياضيين ومناشداتهم. وصلت مناشدة حقيقة من بعض الشباب اللي هواة لعبة الباركور، هذا يعني طالبوا وعندهم مناشدات كثيرة، وهم يمكن مو بس لعبة الباركور عندهم احتياجات. عندنا الرياضة للأسف مهملة بشكل كبير، طالبوا بتوفير مستلزمات بدعم من قبل الجهات المعنية من أجل تطوير هذه اللعبة، يصير منتخب قد يكون يشارك في مسابقات رياضات خارج العراق. نروح نتابع ويا ريت مناشدتهم توصل للجهات المعنية ويتم اتخاذ اللازم. هذا الفريق مثل ما تشوف اسسناه سنة 2013، قبلها كنت اتمرن انا لوحدي 2010 2009 تمرنت هنا انا بالمتنازل نفس المكان يعني. بعدين ورا سنة انضموا وياي 5 لاعبين وطوروا وياي حتى نقدر نأسس فريق، والحمد لله شكر قدرنا نتمرن واسسنا هذا الفريق تقريبا سنة 2013. بلشنا صار لنا 3 سنوات في هذا الشغل. قدمنا هنا فيديوهات، اكثر من فيديو اشتغلنا عروض، بس مع الاسف ما واجهنا اي دعم ولا مؤسسه احتضنتنا او فد شيء يعني واجهونا بدعم. طالبنا بقاعه اكثر من مره انه نحتاج قاعه، لان مثل ما تشوف انت الوضع، وزاره الشباب والرياضه اللي هنا موجوده عندنا استاذ كريم، احنا دكتور نعمان انا دخلت عليه شخصيا صرت وياه، فما وجهونا بشيء، ما ساعدونا باي يعني. الموضوع ينسى خلال فتره ياخذ له انه مجرد كلام وعود، وبرا الموضوع انه ينتهي ماكو شيء بعد. قد عدد اللاعبين الفريق؟ عندنا عدد اللاعبين وصل 50 لاعب، بس شوف انت الوضع اصابات، عندنا هسه اغلب اللاعبين مصابين ما جاي يقدرون، لان احنا هنا شنو سبب الاصابه؟ الوضع اللي جاي نتمرن به يعني ارضيات مثل ما جاي يشوف شيش وصب، يعني لاعب جديد ما يقدر يعني يتمرن بهيش ارضي، فاحنا نحاول قدر الامكان انه بسبيل انه ننقل هاي اللعبه بالمحافظه. احنا الفريق الوحيد اللي اسسناه هنا بالمحافظه، يعني ماكو فريق ثاني غيرنا هنا جاي نشتغل، فماكو ارضيه ان نساعد اللاعب، يعني يجينا اعمار صغيره اعمار يعني، فما نقدر، هذا يحتاج مساعد، يحتاج اسفنج، يحتاج قاعه خاصه به يعني يتاهل للعبه. لا عندنا قاعة اندرابية، وهي لعبة الباركور لعبة خطيرة، يعني أخطر الرياضة ومحتاجة مكان عام، يعني شلون عندك قاعة رياضية مستلزمات لازم موجودة على حد اللاعب. هسه عندنا إصابات، هو عندنا الفريق عنده نص إصابات، يعني ما عندنا أي شيء، لا عندنا قاعة اندرابية، لا عندنا أي شيء اندرابية. أكو مقولة شهيرة، أعطيني ملعبا أغلق لك سجنا، فيعني ماكو اشكال اذا يعني تحوي ذول اللواعيب، بس احنا عندنا 50 لاعب ونص اللواعيب تقريبا مكس يعني اصابات خطيره. هسه انا عندي هنا خلع بالكتف، الكابتن عنده اصابه هم بالكتف، ما يصير اشكال يعني لو وزاره الشباب والرياضه تحتوي لنا قاعه حتى لو صغيره، يعني ماكو اشكال، بس احنا وسعدنا احنا قفازات ترامبولين لمينا عليه من كل واحد 25، يلا اشترينا يعني كل شو اسمه اللي من عندنا من كل واحد. وذاك اليوم صارت عندنا اصابه قبل اسبوع، لمينا من كل واحد 25، من كل واحد 25، وديناه المستشفى، اصابته خطيره شوي.